حننجح ان شاء الله. حتنجح فيه؟ ما اعرف والله انا ما انت منو؟ والله زول عادي مواطن سوداني عادي شديد جدا قاعد يعمل في حاجات بس كميه غايت. لكن صديق حسن انا مهندس اصلا معماري قبل ما اكون فنان. فسيدو من صديق وفي نفس الوقت سيدو بتمشي يعني سيمبا اهو تعرف يعني سيمبا اهو الواحد سيمبا المستكشف الكبير والله المستكشف يعني. الغناء التمثيل الحياة دي كلها بديتها كيف وبديتها ليه وساعدك منه؟ احنا لو انت بديتها كيف ما هي حاجة بتسوقك لحاجة يعني. انا من واحنا صغار كان بنشتغل على الكورال بتاع التراث والثقافة في السعودية تمام. انا ومازن وكمية من الناس كده شوية شوية الموضوع ده مرحلة لانه احنا مشينا السودان بقينا نعمل سكتشات صغيرونة كده انا ومازن. الحمد لله ضربت وقتها كان اقول لك شيء والبطانيه الحمراء وكذا وكان عامله ضجه في وقتها يعني عرفتها. فالموضوع الفني ده كان ملازمنا من احنا صغار يعني دائما بنلقى روحنا انه في حته فيها الات موسيقيه فيها حته فيها ناس مهتمين من قبل اصلا التليفونات ما تكون فيها اصلا السوشيال ميديا تولع كده يعني. انت عارف انا احكي لك حاجه يمكن ما حصل حكيتها. انا ما كان بعرف الغنيه دي بتحصل كيف. كان بكتب كلمات بس. ففي ناس ثانيين كان عندهم استوديو بيجيبوا اللحن اللي ما فيه صوت يعني ما لحن بدون غنية فالانسترومنتال ده بيجي ما في زول بيغني فيه عشان كان يخلوني انا اغني في اللحن ده بضطر اكتب لهم الخمسه هم خمسه انفار انا بكتب لهم كلمات عشان انا اغني معاهم. ما استخدمت الفاظ نابيه في ولا اغنيه من اغانيك؟ طبعا لانه انت لما يكون الليله امك بتسمع عليك ويكون يعني عندك ناس في البيت صغار شايفينك انه انت والله زول فاهم فمستحيل يعني انا لما حتلفظ قدامكم في البيت حاجه اتلفظ لكم في يوتيوب يعني بصوت اعلى في التلفزيون فلازم يكون في اصلا قضيه عشان ذاته انت كفنان تكون محترم الحاجه اللي انت بتاديها دي رساله ما محتاج انه انا يعني اعمل حاجه فيها الفاظ عشان انا الفت نظر ناس يعني. التمثيل الحمد لله احنا كنا كويسين فيه صح لكن ساقنا للحته اللي حقتنا عرفتها كان انا كان ماز مارس انتم المفروض تكونوا بتغنوا الحاجه الأسا شغالين. شوف أنا ومازن أول ما نتلمى بتجوط تحصل حاجة غريبة عرفت. فالحمد لله هو تلاقينا ما مهم بعد داك كان داكا كيف وكيف بجري وهسه في ثلاثة أغاني جاية قريب نازلة إن شاء الله يعني تعجب المتابعين وتعجبكم إن شاء الله يعني. كانت الفكرة شنو من إنه أنت تبدأ تغني أفرو بيت بالعربي تمام. وتعمل كونسب جديد أو تدخل كونسب جديد اللي هو الأفرو عرب وتنجح فيه؟ وأنا جهد من الله عرفتها. هي قاعدة بسيطة انت لو عرفتها في اي حاجة ما في الغنى بس ممكن تنجح. اشمعنى الامارات وليه حلم؟ شوف انا حقول شيء والله يعني لا رياء ولا سمعة ولا داير من زول شيء انا بكرة مسافر ما عندي مشكلة لكن والله بجد الحاجة دي اقسم بالله هنا تمام. انا بعد فترة معينة كده قعدتها في الامارات عينت كده قلت مرحبا بكم في كوكب الارض بس الامارات حلوة كناس كاش يعني بجد بجد بتحس انه انت مرتاح بس شفت الدولة اللي بترتاح فيها نفسيا امن وامان الحمد لله في نفس الوقت يعني ما بتشيل هم حاجة الامور سهلة بتعيش انت في اماكن تانية بتكون شايل هم انه انت كيف تعيش نجاحك الحاجات التانية مو بتعمل لك وجع راس فاهم سواء اوراق حكومية الى اخره خلاص الموضوع ده ما شايله في بالك فاهم ليه لانه مسهلينه شديد فبعديتها بتقدر تعيش تنجز تعمل حاجاتك عرفتها طالما الناس بتسعى وطالما انه بجد في سودانيين قاعدين في البلد دي بيحبوها اكيد ان شاء الله حيوصلوا هم وحيوصلوا كمان البلد كويس وحيوصلوا كمان السودان يعني حتى كويسه فاهم بس ناويين نعمل حاجه ثانيه اه حتعمل شنو سكاي دايفنج حننجح ان شاء الله حتنجح فيه ما اعرف والله انا ما شكرا جزيلا يعطيك العافيه للتيم العامل للجميع تحية من هنا لماز مارس ولكل الناس اللي قاعد تحضر إن شاء الله ما نكون كنا تقيلين عليكم إن شاء الله نشوفكم قريب إمارات لوف السودان قريب استنونا